الدعوة كانت بناء على طلب قسم الشباب أعضاء الأندية، سواء الأندية الرياضية أو الثقافية. وصل له العلم بأنه في المجلس المحلي متعاقد مع شركة جيباية، وهي الشركة بدأت تتوجه للسكان سواء أفراديا أو توجهت للبراد، وعم تعطي إنذارات أنه خلال 7 أيام اللي بيدفعش المطلوب منه للمجلس راح تقوم لجنة الجباية هذه طبعا بمواكبة البوليس بأنه إجباره على دفع ضريبة. الشباب بادروا بأنه نادوا بالميكروفون اجتماع عام لكل السكان، وكان الاجتماع مثل ما شفت اجتماع تقريبا أغلبية لا بأس بها من البلد. انطرح الموضوع مثل ما سمعت انه في اضافة لموضوع الجباية اللي اسه واني في هناك امور تراكمات عن تصرفات المجلس المحلي اللي كل البلد عم تدمر منها، فالمشاريع سواء بما يتعلق بتطوير القرية من ناحية الشوارع أو البنية التحتية، مجارير، كل هالأمور عم تنفذ سواء المناقصات بصورة غير مقبولة، ومن ناحية ثانية عملية التنفيذ العملي مش عم يكون في عليها المراقبة المطلوبة. قبل كم سنة كان في مشروع للمياه الصرف، يعني المقاول اللي قام بالعمل هذا خبص تخبيص ما بعده تخبيص، قسم المواسير تكسرات، المجارير سدت، كل الأمور هذه ولا حياة لمن تنادي. هيك عمل المقاول، مقاول أو انكسر أو فل المقاول. في شوارع اللي تم تعبيدها من قبل فترات، وهي الشوارع إسا يعني بفترة تجديدها إذا بتشوفها بعد ما يقوم المقاول الجديد اللي أخذ المناقصة الجديدة بالحفر، بتشوف إنه سماكة الكركار أو تحت الأسفلت مخزي، أحيانا بصلش لخمسة سنتي، أحيانا بتشوف سماكة الزفت 2 سنتي. كل الأمور لا حياة لمن تنادي، ما في حدا بيراقب الأمور هيك. بالنسبة للمدارس، بنت بمسعدي أكثر من مدرسة، مدرسة بدائية بنت قبل حوالي 20 سنة، المدرسة هذه نزلت السطح تبعها شقق ونزل نتيجة الإهمال وعدم القيام بالمواصفات المطلوبة للبناء. كذلك الأمر بالنسبة للإعدادية، تعمرت المدرسة وكمان نفس الشيء بناءها قرر بأنه غير صالح للاستعمال. فالشيء اللي مؤسف أنه مقدرات هالبلد وجبيات من هالبلد عم تنصرف بغير محلة، بتعرف وين عم تضيع. ففي تذمر كامل من كل السكان، وفي بالنسبة للشباب اللي هني بتنمو أمور هالبلد، في توجه أنه لازم يكون في هناك لجنة الشباب من اللي هني بهمهم الأمر، وهذا الأمر تم اقتراحه إسا وانتم سمعتوا، أنه هي تكون دورها دور المراقبة، دور الإشراف، عين ساهرة على كل غلط تقف في وجهه وتصححه. طبعا بالنسبة للمجلس المحلي، المجلس المحلي نحن نشوفه غير شرعي سواء بوضعه الحالي أو بأي وضع ثاني، ونحن نعطيش لأي جهة أي تفويض أو أي شرعية أن تدخل بالمجلس المحلي. نحن هاي اللجنة بده يكون عملها كابوس على المجلس المحلي وعمل مصحح للخطأ. شو مع يوم الثلاثة؟ يوم الثلاثة شفت، يوم الثلاثة هو عبارة عن ردة فعل على قرار الجباية. أما المشاريع الأساسية، الموضوع الأساسي كمان مثل ما صار الاتفاقهم، بده يكون تقعد مجموعة من الشباب ومن مشايخ البلد، تسمي أعضاء اللجان، اللجنة هاي اللي بتقوم بمراقبة الأحداث ومتابعتها، وهي بتمارس دورها. بغض النظر بالنسبة ليوم الثلاثة، يوم الثلاثة قررت ردة غضبة جماهيرية راح توقف الناس بوجه أنه نحن ما نسمحش أنه التعامل بالصورة هذه، ولا بشركات جباية تداهم بيوتنا أو تحاول تحتجز ممتلكاتنا بطرقات. يعني بده يكون في تظاهر قدام المجلس المحلي؟ بتوقع أنه راح يكون هيك، أقربوا كل المجتمعين، وبعتقد مش راح يتراجعوا عن القرار. المصاري الموجودين عليك، ناس كثير بسيطه بتعرف تقرا او حامل بتقول لك اجتني ورقه بدي امضي عليها مش عارف على شو عم تمضي. القضيه مهمه جدا ولها اعماق. حتى براد مسعدي قدموا له ورقه، براد الاملاك اللي بيقدروا يعملوا عليها حجز، يعني عارف كيف قدموا له ورقه من النوع انه انت قابل للحجز. للمشايخ الافاضل والشباب، نحن بنعرف انه بكل بلد لازم تدفع الارمونه، بس في طرق، في قضايا اللي تقدر تدفعها، او في تسهيلات بتصير حسب الدخل، حسب القدره للشخص نفسه، في كثير امور. العكس، عندنا الرئيس المجلس المحلي الجديد اللي اجى
بشكل عام. نحن مش واجبنا نهني رئيس مجلس محلي بفوت ولا اللي بيطلع. للاسف القضيه صارت تتكرر كثير. بغض النظر القضيه الثانيه اللي بتصير انه رئيس مجلس محلي هذا جاب على المجلس المحلي نفسه للغرفه تبعه لا يقل عن 150 الف شيكل بس اغراض حواليه، مع انه بالمدرسه نحن نقصنا صفين، واللي عندهم اولاد بالمدرسه بيعرفوا اولادنا انقسموا لمدرستين. القضايا مشاريع البلد ما فيش ولا اي مشروع بالبلد اليوم اللي اجى هو ولا اللي قبله ولا اللي قبله. ايش اهل مسعدي يعني لحد هسه صرنا حوالي 12 سنه بيجينا رئيس من مجلس محلي من برا، هي الشغله تعيين يعينه بس على القليل يشتغل اللي في البلد. واجبك تدفع ارنونه واجبك تدفع ارنونه بس فيش خدمات قبل دفع الارنونه. فللمشايخ وللشباب اخطر شغله اللي هني اليوم توجهوا للبلد فيها قضيه الجباي عن طريق شركه جباي. هي القضيه خطيره جدا. يعني انت اليوم بتكون ماشي بسيارتك بوقفوك حد كتسليم زلم من سيارتك عليها خوف، يمكن يجوا عندك على البيت عم بمضوك على ورقه خلال 7 ايام لازم تدفع المصاري اللي عليك. وهذه القضيه كليتنا نحن راح نواجهها ويمكن كل واحد يواجهوه فيها على انفراد. فنحن بنشوف كشباب بمسعدي وشيخ نحن لازم نقعد معهم نحط امور لهذا نحط حد لهذه الامور، مش هذا الاسلوب، مش هذا الاسلوب انه يجبوا من الناس فيه عن طريق شركه جيباي. بالقبل مره كان هيك يدخلوا المشايخ وقالوا لهم مش هذه الطريقه، واليوم هذه الكره ثاني مره. ف تعالوا نسمع كل ارائنا هون، شو بنتفق نحن؟ ونحن كلياتنا بدنا مصلحه البلد واهل البلد. كان هالبلد؟ هل هالامر بيعنيش؟ ايا كان يكون، اذا اولادي مش حاضرين نفس الشيء بيكونوا مش معنيين. في امور كثير اللي على جلدنا نحن عم نعاني منها. هسه هذا موضوع جبائي، في مواضيع عدي لها اول وما لهاش اخر. هالبلد كانما هالبلد هي عباره عن 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 حقل تجارب اللي بيجي واللي بروح بيشتغل شو اللي بده فيه لا سائل ولا مسؤول. 100% ها كلامك ابدا ما فيش مشروع انعمل بهالبلد وانعمل على اصوله. من حيث قامت مجلس محلي سواء بالشوارع سواء بالبنيه التحتيه من ضيوف لا نيكوز الى اخره، في لها مواصفات كل شغلات هيك. لا حياه الا من ثلاث. بس هذا موضوع جبري. العمل هذا يعني بده يحرج كل واحد منكم، وحدكم جاي مع التراكتور تبعه، جاي لكم بخان ما بحسوا بدري غير له واقف. طلعوا القارمي قايمه تبعهم مسجل اسمك يا فلان نزل عنه، ما هو بوليس شو اسمه؟ يا اما الناس بدها تصير تدخل بمواجهات تتجمع ونعمل مشاكل وكل الامور هيك، او تبلغ واحد منفرد لحاله شو بده يعمل؟ بياخذوا له تركه والثاني والثالث والثالث وجع راسك للناس. بالامور الطبيعيه بالقرى او المدن اللي مثل ما قالوها الامور عم تصير بشكل طبيعي، هذه وجدت الضرائب على اساس تقدم مقابلها خدمات للسكان، امر طبيعي بكل دول العالم قائم. اما مش مثل عنا هون لحتى ناس معينين ينفذوا وراها مصالحهم الخاصه وامور البلد عمرها ما تكون. هسه الشباب وضعهم قدامكم واني كمان بضيف انه في عنا عده امور بدها علاج. وانتم هون موجودين مشايخ وشباب واكيد دون ما الامر هذا بدكم ما جيتوش. انا عند بالي هيك اذا بتزيدوا مجرد اقتراح كل واحد له يقول اقتراح. خلينا نشكل من خلال الاجتماع هذا مجموعه من الشباب. عدد ما بيهمش قديش يكون من 5 إلى 10. هول الشباب يعطوا الثقه. نحن مش عم نطالبهم يروحوا يكونوا اعضاء بمجلس محلي، لا. نحن مجلس محلي بالجولان لحد للان تعتبر غير شرعيه وبعدنا على الموقفات. اما نحن عايشين ببلد ما بصيرش ندفع ضريبتنا غصبا عنا والخدمات ما تكونش موجوده والامور تمشي ضد رغبتنا. يا بيحطوا بالمدارس فيش ورق تواليت، فيش ورق طباعه مشان الامور اللي بيحتاجوها يوم يوم، فيش صفين ناقصهم بناء، كل الامور مش همتهم، كل السيول جري بما بيعطيه رب طريقه، في عده امور. اما من ناحيه جبائي ما دفعوا الناس. انا بشوف اذا بيتم انتخاب مجموعه من الشباب اللي عندهم استعداد واللي بدهم يعملوا من اجل بلدهم ومشكورين سلف والجماعة بيتم تفويضهم بشكل رسمي، متوقع لهم العالم انه هون باسم العالم عم تحرك، وهذه اللي بصير عندهم تفويض رسمي بيقدروا يفوتوا على المجلس لجوا، مش لحتى يشربوا شاي ولا يروحوا لحتى كل قضيه بقضيتها بيناقشوا فيها وبيقوا فيها، وحتى بيقدروا اذا بدهم يصيروا محاكم او شو اسمه هن باسم البلد
بالرباط. شو رايكم بالموضوع؟